وصلنا لعين المكان، قربت صافي قالوا لي صافي قدموا هذه البلاصه، قال لي صافي هنا فيهم واحد يحيد لي الكونتاكت. بداو كيوجهوا لي طعنات، جات لي واحد طعنه في الايد، واحد طعنه في الظهر، وطعنه في الرجل. تعرضت لواحد السياره، حبستها في الشانطي، شافوا ديك السياره ثم رجعوا للسياره ديالي. ناضوا هزوا السياره هربوا بها. شحال بالضبط غادي يكون عنده في جيبه؟ راه ما غاديش يكون 400 درهم 500 درهم، هي القليله. هذا الشيء الخدمه ديال السائق راه باينه. بالنسبه لي انا يا راه كان واحد 3 سنين هذه تقريبا، حتى انا كنت هزيت واحد شي وحدين في الطريق، قالوا لي دينا لواحد البلاصه لعين المكان نخلصوا لي كورسه. قلت لهم انا كمهني كنزول المهنه ديالي، انا كنقول صحابهم المواطنين عاديين، الناس يدي الواجب ديالهم غيقضوا غرضهم. وصلنا لعين المكان اللي هما الوجهه اللي كانوا غاديين ليها، قربت صافي قالوا لي صافي قدموا هذه البلاصه، قال لي صافي ناض فيهم واحد لي الكونتاكت. انا استغربت حيد لي الكونتاكت، فاش جيت خرج لي بالكونتاكت. فاش خرجت انا باش نقول له خويا علاش حيد لي الكونتاكت وداك الشيء، اصدقاء ديالو الاخرين اللي معاه ناضوا هزوا الاسلحه البيضاء من الحاج الكبير، بداو كيوجهوا لي طعنات. جات لي واحد طعنه في الايد، واحد طعنه في الظهر، وطعنه في الرجل. وجاب الله كوما فر، قمت بالهروب من طرف ديك العصابه، فكوني رجليا كما كيقولوا الناس، فكوني رجليا منهم. تعرضت لواحد السياره، حبستها في الشانطي، شافوا ديك السياره ثم رجعوا للسياره ديالي. ناضوا هزوا السياره هربوا بها، ومشيت ديك الساعه انا لقسم الشرطه، بلغت بالحدث اللي وقع ليا. قلت لهم اشطر لي اشطر، وكانوا ديك الساعه الدم كيسيل لي من يدي وظهري بحال خفت، حسيت بشي طلعه مهرسه. وقالوا لي سولوني الامن، قال لي اش كان طاري لك، اش قلت وقع لي، اش وقع لي مع هاد الناس هادو. وهذا الشيء اللي كيوقع للمهنيين بخصوص كيزاولوا واحد المهنه شريفه، وكنطلب من الناس هادو اللي كيديروا بحال هاد الحالات هادو يحترمونا ويحترموا المهنه ديالنا، ويقدروا بانه هو يقدر يكون خوه، يقدر يكون باه، يقدر يكون في هذه المهنه واحد الانسان اللي من الاقرباء ديالو. راه حنا مجرد مهنيين، ماشي شي حاجه. هذا السيد، هذا الشخص اللي غادي يكون بحال السيد اللي مات مسكين الله يرحمه، شحال بالضبط غادي يكون عنده في جيبه؟ راه ما غاديش يكون 400 درهم 500 درهم، هي القليله. هذا الشيء الخدمه ديال السائق راه باينه، عاد باش تعدى عليه. عنده مسكين الوليدات، الله يحسن العوان. دابا السيد اللي توفى خلى وليداتهم من وراه، شكون اللي غادي يهز المسؤوليه ديالهم؟ يعني غدا ولا بعد غدا غادي يوقع نفس المشكل للسائق اخر، وكنتمنوا من الله لا يوقع لشي واحد اخر بحالنا. تبلغنا بالخبر ديال السائق الاخ ديالنا اللي مسكين اللي توفى البارح الله يرحمه، اللي ولي برحمه الله. كان واحد الخبر اخويا، ما شنقول لك، حتى واحد ما تقبلوا فينا، بقى فينا الحال شي شويه، حيت حنا مهنيين بحالو، كنزاولوا المهنه بحالنا. هو السيد هذا مسكين الله يرحمه اللي ولي برحمه الله، الخبر هذا اللي تبلغنا به هذا الصباح هذا، راه ما ماثر علينا شي شويه كمهنيين، حيت كنزاولوا هذه المهنه وكنخدموا بالليل وكنخدموا بالنهار. لان اي واحد غادي توقع في هذا الموقف، فاش وقع السيد البارح، اي واحد غادي توقع الحدث اللي وقع عليه مسكين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.